كالحرب أتت الكوليرا إلى اليمن لتحصد أرواح المئات بلا رحمة، وكالحرب أيضاً تعامل العالم مع ضحايا الكوليرا ببيانات تحذير ودعم محدود دون الشروع في إجراءات واسعة تنقذ المصابين وتحد من موجات الوباء الذي أخذ معه روح الدكتور محمد عبد المغني الطبيب المعالج للمصابين بوباء الكوليرا. حالياً تشهد اليمن الموجة الثالثة من الوباء، وقد سجلت إحصائيات الأمم المتحدة أكثر من 100,000 حالة اشتباه بالإصابة و200 حالة وفاة خلال 3 أشهر. وتورد رويترز شهادات لأطباء تفيد بأن المستشفيات ومراكز العلاج لا تتسع لحجم الحالات الكثيرة التي تصل إلى أكثر من 200 يومياً. خلال الأسبوعين استقبلنا ما يقارب من 1800 حالة اللي هي البوزيتيف مؤكدة بوزيتيف كوليرا. طبعاً في ضغط كبير على المركز، وفي هناك احتياج كبير جدا للسوبلي اللي هي المحاليل والسوبلي الآخر اللي هي المضادات الحيوية. يعد الأطفال وكبار السن الأكثر عرضة للوفاة بسبب سوء التغذية المنتشر منذ سنوات. وبحسب رويترز فإن بعض المستشفيات تعاني من شحة الإمكانيات التي لا تستطيع إنقاذ المصابين الذين لا يسمح لهم وضعهم الصحي بنقل السوائل إليهم عن طريق الحقن. المياه غير النظيفة تساعد في توسع انتشار وباء الكوليرا، وقد أدى النقص في الوقود إلى زيادة حادة في سعر المياه النقية، وهو ما جعل بعض المواطنين يلجؤون لاستخدام مياه الآبار رغم كونها غير آمنة صحياً. عدم نظافة المياه في منطقتنا ربما يصل الوايت الماء 30 البرميل إلى 20,000 30,000 ريال نتيجة لغياب المياه الصالحة للشرب، كذلك انعدام شبكة المجاري والصرف الصحي. فهذه أكبر وباء خاصة في هذه خلال هذه الشهر وهذه الأسبوعين، انتشار الجائحة الكبيرة للوباء الكوليرا في هذه المناطق في اليمن بشكل عام. تنتشر الكوليرا في بيئة خصبة تزيد من فرص انتشارها النفايات ومياه الآبار وغلاء الوقود وتدهور المراكز الصحية، ولا يبدو أن هناك حلولاً قريبة لوقف نار الكوليرا التي تنتشر في هشيم حرب لا أفق واضحاً لإنهائها.